في حالة جمع الظهر والعصر يكون بنفس التوجيه الأول أو لا؟ زين، سؤال جيد، أحسنت على السؤال. هذه مسألة أيضا يقع فيها الناس. خذوها قاعدة عند جمع الصلاتين سواء كانت في السفر أو غيره، كل صلاة هي صلاة مستقلة عن الأخرى تماما. كل صلاة لها توجيه ولها تكبيرة إحرام ولها تسليم، وإذا كان رجل بلا شك إقامة. مرت بمسألة يعني أحيانا من جهل الناس أنهم يصلوا صلاتين جمع وبدون تسليم، بدون تسليم. جهل، أنا أقول لكم الجهل مصيبة. يعني خلينا أذكر لكم مسألة الحين، قصة هي من الأمور التي مرت علي أنا شخصيا. مرت تصل بامرأة تقول لي الوالدة عندها سؤال ممكن تكلمك؟ قلت لها خليها تفضل. المرأة اللي اتصلت بنت شابة يعني، فالأم أم كبيرة، امرأة في كبيرة في السن. تقول لي اليوم كنا حاضرين محاضرة، شوف هذه فائدة حضور دروس العلم، ناس يستقلوا ويستهينوا بقضية دروس العلم. أنا أقول لكم فيها فائدة عظيمة، ولو لم تخرج من الجلسة إلا بمسألة لكفى. هذه المرأة يمكن ما جمعت كل الموجود لكنها خرجت مسألة مهمة جدا لها. تقول لي اليوم كنا حاضرين محاضرة والحرمة تسوي درس، مسويت لنا درس عن كيفية أداء الصلاة. وهذه تنبيه يا أخواني ويا أخوات، راجعوا صلوات شيابكم وعجائزكم، ربما تجدوا مصائب. تقول هذه الحرمة كانت تعلمنا كيف نصلي، فكانت تعلمنا إن لما نريد نصلي نقوم نستعيذ بالله من الشيطان لطرد الشيطان في البداية، ثم نوجه، ثم نكبر تكبيرة الإحرام، ثم نستعيذ بالله، ثم نبدأ الفاتحة. صحيح كذاك الصلاة؟ سألني صحيح كذاك نصلي؟ أنا ما جاوبت صحيح ولا ما صحيح، أنا مباشرة أعطيت السؤال، قلت له أنت كيف تصلي؟ أنا متأكد يقينا ما بتسألني صحيح كذاك الصلاة إلا إذا في غلط عندها هي ما عرفت منه، تبى تتأكد تو هل هي بتسوي صح ولا اللي علمتهم إياها صح. مستغربة هي، قلت له طيب أنت كيف تصلي؟ قالت لي أنا ولدي لما أصلي أقوم أقول سبحانك اللهم، ثم بسم الله الرحمن الرحيم، أستعيذ بالله، ثم بسم الله الفاتحة. إيش تركت؟ تكبيرة الإحرام. طيب سؤال، الشخص الذي يصلي من غير تكبيرة الإحرام إيش حكم صلاته؟ باطلة. يعني تصور إيش أنا ذيك الساعة يعني بقيت مبهوت. أحيانا بعض المسائل تلجمك لا تستطيع أن تتكلم. إيش أقولها؟ يعني هذا الحرمة أقل شيء يمكن من نبرة الصوت يمكن عمره 60 سنة، أقل شيء. ما أقولكم كانت تترك الصلاة، ما أقولكم أن هذه حرمة فرطة في صلاتها، ربما تصلي نوافل، ربما تقوم الليل تصلي التراويح تصلي ضحى، ما ترك للصلاة أصلا، لكن كل صلواتها السابقة فاسدة. إيش أقولها مثل هذه؟ أنا بقيت مبهوت، ما عرفت أرد حقيقة، ما عرفت أرد، ما أستطيع أعطيها صدمة وأقولها طول عمري صلواتش فاسدة، صعب. مثل هذه المسائل أحيانا الإنسان يتوقف فيها. لا تقول لي إيش جاوبتها، هذه مسألة ثانية عاد. ما هي المعنية الآن؟ النقطة التي تهمني في الموضوع أن هذه المرأة ما كانت تفرط في الصلاة، كانت تؤديها، لكن للأسف أداء بغير علم. ولذلك الشيخ السالمي إيش قال؟ صلاة عبادة ليس فيها تفقه لا خير فيها، إنه لبله ولفقيه واحد أشد من ألف ألف عابد يعد، أشد في الأمر على الشيطان لأنه العالم بالمعاني. عبادة من غير علم لا تسلم من الخطأ نادرا. ولذلك أنا أقول لكم راجعوا صلوات شيابكم عجائزكم، ما عيب، ربما تجد فيها مصائب. برأيهم أبرئ ذمتك أمام الله.